أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم. الله مولانا العظيم. كان معنا من مدينة الدار البيضاء عبد المغيث الزعر والملاحظة للشيخ عادل المسلم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. القارئ المتميز عبد المغيث الزعر، كنت موفقا وأديت أداء جيدا، رأيت القواعد والأحكام وأيضا على الأمام، إلا ملاحظة طفيفة في قوله تعالى أولئك، كان هناك نقص قليل في المد. أما بقية القراءة فإن قراءة روحانية ربانية، زادك الله من فضله وتوفيقه. تبارك الله عليك. أحسنت. الله يبارك فيك. الله ينور. شكرا أستاذ. أحسنت. الله ينور. شكرا. كلمة شكرا أستاذ. صراحة نصائح ديالكم كيشجعونا باش نزيدو. كنعرفش. تفضل. زادك الله توفيقا ونورا.
شكرا لك عبد المغيث وحظ موفق. تفضل. والمتبرع الرابع مشاهدينا جانا من مدينة الجديدة محمد أمين الفاطمي. وليدي تفضل أبنتي. إذن محمد أمين الفاطمي العمر 15 سنة، المستوى الدراسي جدع مشترك، وتبارك الله حافظ 16 حزب ما شاء الله عليك ولدي. اختارتي الآيات اللي تفضل هي بشوية عليك. جيتي مع ماماك؟ نعم. شكون آخر؟ بابا وجدي. الله يخليهم ليك. تحية للأم والأب والجدة ديال محمد أمين الفاطمي. انت لحد الساعه الاصغر متباري معنا. تفضل. ليش